ها كبار الشواكيش، قصدنا حرب ولا طاردي؟ ايه ده؟ اقعد خد وجبك يا بيه. وجب انا عملته يا كبير الشواكيش. على راسي يا ابو دياب، على راسي يا ابو دياب. فين ابوك يا بت؟ ابوي ما قعدش يا خال. قولي لامك انا صبرت عليها كتير، قلت يمكن تعقل لكن شيطانها سايقها، لكن تاجي على عتبه بيتي وتقف. ها هو الحق يزعل؟ حق حق ايه يا ام حق؟ النخلتين اللي سابهم لك ابوك، وهو ده الحق؟ سامع يا كرمان خالك بيقول ان حق فرصه ويعمل فتن نخلتين؟ وماله يا حبيب، افلقهم عروق واجدهم سقف الاوضه. اسمع يا بت، تتجد في من بكره الصبح تروحي للمحاميه بتاعتك تتنازلي عن محضر الورث. حاضر يا اخوي، وتنزل كمان عن النخلتين. طب اسمع اختك عاد، انا حقي البيت نفسه وكامل ورثي في ارض ابوه. اكده حاضر اروح للمحاميه واتنازل وامضي وابصم، وماله بدل ما اخدت حقي. وما عملتش هيبقى القانون ابويا وامي. حاضر يا روحي، بس اللي ما يزعلش عشان زعل فرماه والحداد ما يرحمش حد. يا سي لقيتها؟ طبعا فارم عليك. ايه ما لحقتهاش؟ ما لحقتهاش يعني ايه يا ابن المركوب؟ انت عارفك عيل ابخر ما تقضيش مصلحه، روح غور غور يخرب خرابت ابوك. ايه دي اللي لقيتها؟ ده جاموسه كانت تايهه، الواد سايق كان بيدور عليها. قولي 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 قولي. قولي من عند بيت يا كرمان. انت يا بيت؟ ايوه يا امه. انت سبت الدولاب مفتح ليه؟ مش انا يا امه. مش انت؟ وري في ايه يا امه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مراري في ايه يا امه؟ انا سرقت. انا اتسرقت. حجه البيت اتسرقت. عبد الحي يا امه. اهدي يا خالتي، مالك؟ بس في ايه؟ كل حاجه وليها حل وبروجة. ايه يا سهام، هتفضلي واقفه كده مش تسالي عمتك تشرب ايه؟ انا مجهزه الغدا يما، هي بس ترضى تقعد وانا حالا اجهز الوكل. روح يلا روح. هاكل في طبق اخويا اللي سلط ولدي.
عشان يسرقني. أنا سامع البت دي جاية ومعباية. طلقك الحرازة علي؟ عملت يا فرموي، ضحكت على ولدي عشان يسرق لك الحجة بتاعت البيت، وأنا جاي أقول لك حتى لو بقيت في يدك والله ما حتنفعك في حاجة. حرازي لعب بدماغك وجاء شر تشر. عاوز ايه يا روحي؟ لو انت فاكر انك كده غلبتني تقدر تضحك على روحك، عشان انا هفضحك واجرسك عند الشيخ الطيب وعند القريب والبعيد، واقول لهم الباطل اللي كان باطل. ها لو عرك الجناب بتاع جوزك ده ساقك روح اتعالجي واخفي اخفي من جبالك لحسن ويمين بالله. اهدى يا عمد، خلي اختك تاخد نفسها وحل الكلام بالكلام وبالاتفاق. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ انت هتعوم على عمد انت كمان ولا ايه؟ تنحرق روحية وينحرق يومها. اسمع يا عم الشيخ، فضك من موشح الحريم ده ما تسمعلوش. ابوها ما خلفلهاش حق عشان تعوزه مني. يعني تنفض الجلسه وانت ناكر الحق دي؟ وانكر وليه وهو ما فيش اصلا. اسمع يا عم الشيخ، اي بنت في اي بيت على صعيد قبلي كله لها قصبتين، وانا تمنت ده بفلوس. شاري ولا بايع هي حره. بعد إذن الجميع، أنا أمي عاوزة تدخل، لأن اللي طالبه دي حاجة هي وبس، وطالما أنا وأبوي ملناش عازة تبقى صاحبة الشأن هي اللي تتحدد. وأنا قدامكم أهو التحداد العمامي، وأخويا ده وكيل حقي اللي هو في الأصل حق جوزي، وأنا اللي خطيت لمحامي ولا النقطة إلا ما طالبته لون بالحسنى فغطى على نصيبته وسرق مني حجة البيت. انت بتقول ايه يا بت؟ انا اسرق؟ انت بتسرقاني قدام العيلة والشيخ؟ انا ايه؟ سراك؟ انا باطل؟ وكالي حقوق؟ اسمع من اختك يا فرماوي اللي الغريب حيستحي يقوله لك، انت الصح باطل وسراب وكل حقوق. لا ده انت غفلتيها وحبرتيها. ماشي ماشي يا مرة الحرازي. اشبع بيها يا اختنا ايه اللي تعملته دخل الله. كرسي العمودية، خوفك من الحرازي؟ نفتح الحسابات القديمة ونشوف مين الباطل. فرماوي الحداد ما كنتش باطل، أبوك ملك العمودية عشان هو الأصلح. أبوك دماغ يلعب بالبيضة والحجر، وبعدين ما يشعاد ورثت زريعة أبو ضيف ومن بعد ولده الحرازة نهد عمه والأحق بيها. ولو الحسابات تتفتح دفاترها هيبقى لي كتير قوي عنده وعند العمامرة كلها. فاهم ولا قول اكتر؟ مرتضى ايوه، هتروح للمحامية قول لها عمي بتستعجلك وبتقول لك اذا حقها فرصة ابوها. طيب لو نفسك مش غالية عليكي في أبوكي وأمك اللي لو شموا ريحة كلامك القيامة تقوم في العيلة، أنت اللي معتبراك أختي مش بتخالي؟ وإيه العيب في إنه يتقدم ولا أحرم الجواز؟ هعيش رغبة في كنيسة؟ شيخة تيجي الله في نفسك. بسم الله ما شاء الله على بنت عمتي، كأنه عقلك سرح برا العرف والتقاليد. سمعيني تاني كلمات البشمهندس مهدي المنزلاوي.
وطي صوتك لحسن أحرم على نفسي دخلة بيت خالي عشان خاطرك. مستنية إيه؟ ما تخليه يجي. ما أنت ما شاء الله في السوابق نطحة لبرة. ولا ما كفاش الدكتور رفعت؟ أنت بتقولي إيه؟ بقول اللي لازم أن تسمعيه. قتلة العرب والفلاحين كانت الشرارة من عندك، وزي ما حصل سابق هيحصل دلوك، وهتبقى الحرب مع النجع كله وانت ولا على بالك. تحبي ده وتعشقي ده، وابوك راجل مسالم عاوز الشرع لبته، فحاجة مش مشروعة. قال قولي لي يا متعلمة يا بنت ابوكي، عشقك ليه وخلوتك مع البيه بتاعك تسميه ايه؟ أنا نازلة وسايبالك الأوضة عشان لو قعدت معاك أكتر من كده هنخسر بعض. ليه؟ كلامي شك؟ ولا سهوك البشمهندس مقصرة فيكي؟ السلاح وصل يا عمامة. صناديق محملة وكله في المخزن الكبير. جبتها لك، جبتها لك يا عمدة، والوحدي لا بتكتفة ولا في شوال. قال لي هتكتب علي علن ووسط ناسك. من دي عمدي؟ دي وحدك دي، أشوف حكايتها ايه؟ لا مش واحدة، مراته بس عرفي. بلاش هالفط اتحديت يا بنت المركوب انت. ايه اللي انا سمعه عندك ده يا عمدة؟ جزني يا عمدي. سلسبيل اللي فكر نفسك انك موتتها، انا قصادك اهو. ده نضربك بالنار وقدام الكل. خمسة الشوكيش بانت عاوزين يكسموا ظهر فرماه الحداد وسط ناسه. يبقى تخلص منيها، ولا العمدة عطشان على جسمها وبعت اللي يدور له عليها. بلاش خاطره فوق القيمة. لحسن يمين بالله لو قامت في دماغي ها غوري مطرح ما جيتي. أحسن اللي ما وعيتيش عليه زين هو طبعي، لحد كده كفاية. تفضلي تحربي 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 وفي الآخر أخوك هو الكسبان. لا، المرة ده أنا اللي هكسب، عشان السلاح اللي أنت جبته وزرعته لرجالة العيلة أنا هبلغ عنه بعون الله. السلاح؟ وفين السلاح ده؟ ها؟ فين السلاح؟ ورا سايق طلع السلاح اللي تحت الدكة. عايزة كم حتة سلاح؟ ها؟ حكم أخوك معلم كبير. والمعلمة ديه مش من فراغ. بس هنه السؤال، تفتكر المعلم ده هيكشف ورقه بده؟ بس الرصاصة اللي ما تقتلش تدوش. القذف من وش يا روحية، بدل الأمور ما تفلت ويقولوا العمدة قتل أخته.